السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم العود اللي اختاريت للصالون ديالي. صراحه جا خطير جدا جدا، كنتمنى حتى نتوما ينال الاعجاب ديالكم. وان شاء الله منين نكمل الصالون ديالي ونفرشوا بالزربيه بالمطله بالخياطه بالثوب بالريدو غادي نعاود نشارك معكم باش تشوفوا الصالون ديالي كي جا. ودابا ان شاء الله ندوز باش نعطيكم الديتاي ديال كل حاجه اختاريتها. بالنسبه لهاد لي كوتي اختاريتهم على هذا الشكل، كيسميهم راس العود. صراحه جاوا بهاد النقشه وهاد الزواقه اللي فيهم جاوا رائعين. اما بالنسبه لهاد لي بتي صندري كما كتشوفوا معايا، اختاريتهم نفس الموديل ديال الطبله الكبيره بهذيك الرجيله منقوشه وحتى بالدوره نفس النقشه اللي كاينه في لي طابل وكاينه في الطبله الكبيره. اما بالنسبه للزواقه اللي الفوق فهي كذلك كتواتى مع الطبله الكبيره واختاريتهم يكونوا بزاج. كما غادي تشوفوا معايا الطبله الكبيره جات على هذا الشكل، جات رائعه جدا جدا وزوينه ومخدومه ومتقونه. حتى بالنسبه للكاليتي ديال العود شي حاجه طوب. بالنسبه للزواقه اللي فيها صراحه عجبتني بزاف هاد الزواقه بهاد الرجيلات اللي فيها وبهاد الموتيف اللي فيها، جا زوين بزاف. اما بالنسبه للطوابل كيما كتشوفوا معايا اختاريتهم على هاد الشكل وبهاد الزواقه وبهاد النقشه. صراحه هاد النقشه كتجي باليد. اختاريت هاد اللون كذلك، ما اختاريتش دوري لان هاد اللون صراحه كيعجبني بزاف وكيتواتى مع جميع انواع الفراشات. باش نخرجوا هذيك زواقه لانها منقوشه باليد حاولنا ندخلوا معها شويه ديال الكحل باش تجي باينه اكثر. بالنسبه للكوان اللي دارج دابا حاليا هو الكوان فرماجه اللي كيعطي الصالون واحد المنظر زوين، حتى في التفريشه ديالو كتجي زوينه. صراحه هاد لي كوان فرماجه حتى هما اختاريتهم نفس الزواقه ديال طويبلات. كما كتشوفوا معايا هذا هو الصالون ديالي وهذا هو الموديل اللي اختاريت ليه، وهذه هي النقشه اللي عجبتني الصراحه واللي اثرتني اكثر. ما بغيتش ناخذ شي نقشات اللي كيكونوا يعني متداولين في السوق، وانما هذه النقشه عجبتني وجاتني يعني غادي يعني تبقى عندي واحد المده وما غاديش نمل منها. كنتمنى ان شاء الله حتى نتوما يعجبكم هذا الصالون ديالي وحتى العود اللي اختاريت، وان شاء الله غادي نكملوا وغادي نفرشوا وغادي نوريه لكم. وكنتمنى الذوق ديالي يكون كينال الاعجاب ديالكم ونكون كنفيدكم في بعض الافكار. كما شفتوا معايا طبله الزواقه ديالها راها مفينيه وزوينه وحتى العود ديالها راها مخدومه مزيان. دابا غادي نخليكم مع واحد الدويره في الصالون ديالي باش تشوفوا مزيان العود وتشوفوا النقشه وتشوفوا الخدمه. وان شاء الله هذا الفيديو كنتمنى يوصل اكبر عدد من المشاهده واللايك والاشتراك والبارطاج باش تخليوني نزيد نتشجع ونحط لكم النتيجه النهائيه ديال الصالون ديالي. ودابا خليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه.